بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه بالتاكيد هنشوف فيها كل المستجدات واخر الاخبار اللي موجوده على السوشيال ميديا، خاصه بعد تعادل الامس ما بين الاهلي وفيتشر في المباراه المؤجله من الجوله 24 للدوري العام. يمكن تاجل حسم بطوله الدوري العام اسبوع اخر بعد ما كانت فكره الفوز على فيتشر والاسماعيلي والاتحاد يؤكد بشكل رسمي فوز الاهلي بدرع الدوري. تاجلت فكره الفوز بالبطوله لحين انتهاء مباراه الاهلي والزمالك، ويمكن ان شاء الله يكون 13/7 يوم احتفاليه جديده لبطوله جديده، خاصه انها هتكون مباراه قمه مع نادي الزمالك يوم 13/7 الخميس بعد القادم. وباذن الله المهم خلال الفتره الجايه ان الاهلي يرجع تاني لسلسله الانتصارات. عندنا مباراه الاسماعيلي يوم الاربعاء، ثم مباراه الاتحاد السكندري يوم السبت، المباراتين في اسكندريه. الفريق هيخش معسكر مغلق ابتداء من بكره عشان يستعد لهذه المباراتين، وبالتالي هيكون في استعدادات جاده للمباراتين ثم الاستعداد لمباراه القمه. واكيد دي مباراه لها حسابات خاصه بغض النظر عن ترتيب جدول الدوري، بغض النظر عن اهميه المباراه وحسمها للدوري العام، هي مباراه لها حساسيه ولها اهميه خاصه، وبالتالي ان شاء الله هيكون فرصه جيده جدا ان يكون في احتفاليه اكتر باذن الله. ولكن بعد الفوز على الاسماعيلي والاتحاد، سلسله الانتصارات اكيد في توقيت معين ممكن تتعرض لاخفاق، ممكن بخساره او بتعادل، ولكن النادي الاهلي هذا الموسم بيقدم موسم رائع جدا على جميع المستويات، فطبيعي جدا بعد سلسله انتصارات تاتي مباراه اخرى وتتعادل مع فريق فيوتشر، وهو الفريق اللي تعادل مع الاهلي ايضا وكسر سلسله الانتصارات اللي كانت في الدور الاول. ولكن ممكن يكون يعني استعداد جيد او مرحله معينه ممكن الجهاز الفني يفكر فيها عشان يشوف المرحله الجايه ازاي يقدر ينهي الدوري مبكرا. ولكن في جميع الحالات الاهلي الحمد لله بيقدم موسم جيد جدا وبيسعى لتحقيق البطوله الخامسه، بطوله الدوري العام، وهي بطوله غائبه عن النادي الاهلي زي بطوله افريقيا اللي استعاد الاهلي هذه البطوله بعد الفوز على الوداد. لعل وعسى الاهلي فاز على الوداد وفاز ببطوله افريقيا، والفريق الوداد كان هو اللي فاز باخر بطوله واخر نسخه على حساب الاهلي، يمكن تعاد القاره ويفوز الاهلي هذه المره على الزمالك ويكون هذا الفوز هو التأكيد الرسمي والإعلان الرسمي لبطولة الدوري، والزمالك هو آخر بطل لبطولة الدوري العام. عموما هنستنى ونشوف الأيام القادمة هتسفر عن إيه، وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي بطل للدوري العام خلال هذا الموسم. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. عايز أعرف من وجهة نظركم مين أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفيوتشر بالأمس؟ تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آرائكم على مين أفضل لاعب ظهر في مباراة الأمس. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للإسماعيلي. وكمان اتحاد الكرة يستقر على طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة. أشوفك. وأخيرا أربع لاعبين من المنتخب الأولمبي ضمن تشكيل الأفضل في أمم إفريقيا. رائع جدا يكون بنتكلم في أربع لعيبة من التشكيلة الأساسية لبطولة أندر 23 23 سنة تقام في المغرب، أربع لعيبة من ضمنهم أفضل حارس مرمى في الدور الأول وهو حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي وحارس منتخبنا الأولمبي، نجح في ثلاث مباريات يحافظ على نظافة شباكه، كلين شيت في الثلاث لقاءات. النهارده الاتحاد الافريقي واللجنة الفنية بتعطيه لقب أفضل حارس في الدور الأول، وبإذن الله إن شاء الله مع المباراتين المقبلتين مع غينيا وإن شاء الله المباراة النهائية في حال الفوز يكون أفضل حارس في البطولة، وحمزة علاء هو حارس النادي الأهلي. ولو بنتكلم على الترتيب بيأتي بعد مصطفى شوبير وعلي لطفي ومحمد الشناوي، وإذا زي ما أكدنا قبل كده حراسة المرمى في النادي الأهلي بخير. طيب استعراض مباريات اليوم في كأس مصر. النهارده في استئناف او بدايه مباريات مرحله الدور ربع النهائي دور الثمانيه، البنك الاهلي في مواجهه مع بيراميدز، والنهارده هذه المباراه هتكون الساعه 8:30 باذن الله. بكره في مباراتين ايضا في دور الثمانيه، انبا هيواجه النجوم، الزمالك هيواجه المولين، والفايز من الزمالك والمولين هيلاعب الفايز من البنك الاهلي وبيراميدز. في نهايه الاسبوع في مباراه للحرس والمصري، ودي هتكون المباراه في دور ال 16، وفي نهاية شهر 7 الأهلي والداخلية في نهاية مباريات دور ال 16، عشان على أول أغسطس تتحدد أطراف مباراتي المربع الذهبي في حال تأكيد طبعا
تأهل الأهلي وهيواجه الفائز ما بين الحرس والمصري. طيب دي كانت مقدمة مهمة جدا في برنامج الترند. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا في الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي وأخبار الفريق والاستعدادات للمرحلة اللي جاية، وكمان هنتكلم على نقاط فنية متعلقة بمواجهة فيوتشر. بعد سلسلة الانتصارات والفوز في الفترة الأخيرة، يمكن الأهلي في الدوري العام آخر 8-9 مباريات مفيش تعادل أو خسارة، وانت راجع من دوري أبطال إفريقيا وفائز بأهم بطولة في القارة السمراء، القارة الإفريقية، دوري الأبطال، وفائز بكاس مصر وفائز باتنين سوبر، وبتتقدم وبتفوز على الفرق المنافسة ليك بشكل مباشر، تكسب بيراميدز، بتكسب الزمالك، بتكسب الزمالك في الدور الأول، فانت عامل نتائج كويسة. ولكن جمهور النادي الأهلي دايما ما بيفرحش إلا في حالة المكسب، ممكن يزعل لو انت عملت مباراة كبيرة وتعادلت، لكن فكرة ان يكون في قاموس جماهير الأهلي تعادل او خسارة مش واردة اطلاقا. البعض ممكن يقول لك يا جماعة ما دي مش كورة، دي مش رياضة، الرياضة دايما فيها مكسب وخسارة وفيها تعادل، دي رياضة وارد فيها كل النتائج. ولكن انا بيعجبني على المستوى الشخصي ان المنتاليتي بتاعت جماهير النادي الأهلي او العقلية اللي بيفكر بها جمهور الأهلي، دايما احط لعبتي واجهزتي الفنية والمسؤولين ان المكسب بالنسبة لنا هو المقام الاول، العب واكسب، ممكن تتعادل مره، ممكن تخسر مره، وارد، ولكن طول ما انا دايما حطك في اطار انك بتلعب على المكسب بس، هيفضل دايما تفكيرك انك بتلعب على المكسب بس. يوم ما تحس ان انت تعادلت تحس ان انت عملت حاجه غلط، فبالتالي ترجع بسرعه عشان تكسب. هو الزعل مش من التعادل او من الخساره ان انت خسرت او تعادلت، لا، الفكره في حد ذاتها، وانا فاهم ده لان انا واحد من جمهور الاهلي قبل ما اكون صحفي او اعلامي، ان انت دايما حاطط في مبدأك أو في تفكيرك إنك تنزل عشان تكسب. طول ما أنت بتفكر بالشكل ده، طول ما أنت دايما هتفضل في المركز الأول. زي الطالب اللي بيدخل أي امتحان أو مقبل على سنة دراسية، لو فكر إن عنده 8 مواد ذاكر 5-6 فبالتالي هينجح، لأن المادتين التانيين اللي ممكن يهملهم شوية يطلع فيهم بدرجة مقبول، ممكن لا قدر الله ما ينجحش فيهم بدرجة مقبول ويشيل المادتين فيخش دور تاني. هي دي نفس العقلية، لا، بتذاكر المواد كلها عشان تنجح في المواد كلها. فطول ما انت بتفكر بالشكل ده هتنجح على طول. عشان كده تلاقي النادي الاهلي دايما لما بيخش في كل سنه في 4-5 بطولات على الاقل عايز يكسب ال4-5 بطولات، لو كسب ال4 بيخسر بطوله، ولكن استحاله يطلع موسم خالي الوفاض الا لما بيحصل ده كل 5-6 سنين او كل 10 سنين مره. فانا مدرك وفاهم للجمهور زعلان، ولكن ان شاء الله باذن الله هيكون في تدارك في المباريات اللي جايه، وباذن الله يقدر الاهلي يكسب الاسماعيلي والاتحاد ويفرح بالبطولة الخامسة السنة دي بعد الفوز على الزمالك. طيب ماتش الأهلي وفيوتشر كان فيه تفاصيل كتير، والوقت ضيق، مفيش راحة لغاية نهاية 7، كل 3 أيام مباراة. النهاردة الفريق بيستأنف تدريباته دون راحة، الجهاز الفني النهاردة محدد ميعاد للتمرين، لكن الميعاد اتأخر شوية نتيجة طبعا الأجواء ودرجة الحرارة عالية جدا. عشان كده نروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في المقر الرئيسي، عشان نعرف منه آخر الأخبار والأجواء ودرجة الحرارة العالية. يمكن النهاردة درجة الحرارة حاليا 38 درجة مئوية، فهنطمئن منه على كل الأخبار. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. آخر الأخبار عندك، وأكيد التدريب هيتأخر ميعاده شوية بسبب درجة الحرارة العالية، لكن مفيش وقت للراحة، الاستئناف للتدريبات يعني بالنسبة لكولر على طول عشان الاستعداد لرحلة السفر للإسكندرية، عندنا مباراتين هناك، ماتش الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري. بالفعل محمد زي ما ذكرت، يمكن الفريق اكيد مجهد بشكل كبير جدا من المباريات اللي فاتت، ودي مش حجه ولا حاجه، انت متصدر البطوله مش محتاج تعمل حجج، ولكن طبعا اي حد هيبص لجدول المسابقه هيشوف مدى الضغط اللي بيتعرض له النادي الاهلي في المباريات، خاصه بعد موسم شاق جدا، والنادي الاهلي هو اكثر الانديه الافريقيه لعبا للمباريات هذا الموسم مش بس داخل مصر يا محمد. طبعا الجهاز الفني كان مضطر على طول ان هو يعمل تدريب النهارده، كان التدريب ان شاء الله منتظر ان يبتدي في تمام 6 مساء، هيكون في محاضره في الاول، وبعد كده اللاعبين باذن الله هينزلوا لملعب مختار التتش عشان يخوض، يعني زي ما بنقول ده التدريب الرئيسي وكمان التدريب الاستشفائي بعد ماتش فيوتشر، فاعتقد ضغط كبير جدا. كمان بكره محمد هيكون عندك تدريب، هيكون بدري شويه برده، هيضطر له الجهاز الفني عشان طبعا يتوجه لمحافظه الاسكندريه للاقامه طبعا في منطقه برج العرب. يمكن الفريق زي ما انت قلت هيكون عنده مباراه الاسماعيلي ان شاء الله 8:30 مساء الاربعاء، وكمان عنده مباراه الاتحاد الساعه 7 مساء السبت المقبل باذن الله. يمكن لسه الجهاز الفني ما اعلنش بشكل رسمي، ولكن الاقرب طبعا زي ما تعودنا ان الفريق هيسافر على طول من بكره محمد،
وهيكون موجود كمان يعني المعسكر ممتد لما بعد مباراه الاسماعيلي وحتى مباراه الاتحاد، والعوده هتبقى للقاهره باذن الله في ساعه متاخره من مساء السبت المقبل بعد اداء المباراتين، وباذن الله الفريق يكون راجع معاه 6 نقاط ويكون في ظله باذن الله نقطه واحده بس على لقب الدوري العام. وليه لا، يمكن بيراميدز يفاجئنا محمد ويحسم الدوري يعني للنادي الاهلي رسميا يوم الاثنين ويتعثر امام سيراميك كليوباترا. اعتقد النادي الاهلي كمان ممكن يوم 10/7 يكون متوج باذن الله ببطوله الدوري، ما ينتظرش كمان لمباراه الزمالك. يمكن طبعا المحاضره الفنيه النهارده هتكون على طول في بدايه المران زي ما قلت لك، الجهاز الفني خلاص قفل مباراه فيوتشر، ما فيش وقت للتفكير فيها، هيكون على طول دراسه المنافس القادم وهو النادي الاسماعيلي. طبعا بيبقى على طول في محاضرات فيديو وتقطيع لاداء اللاعبين في اخر مباريات، كمان تقطيع فيديوهات للفريق المنافس النادي الاهلي عشان دراسته بشكل كبير. من بعدها ان شاء الله هيكون التدريب باذن الله محمد، طبعا هيكون في تدريب استشفاء للمجموعه اللي شاركت في المباراه بشكل اساسي امس، وبقيه المجموعه هتخوض تدريب قوي جدا. وان شاء الله من بعد المران هيكون في مران زي ما قلت لك بكره، هيبقى في ساعه مبكره طبعا اكيد هيبقى في الغالب هيكون ظهرا، وبعدها ان شاء الله الفريق يسافر لمحافظه الاسكندريه زي ما قلنا، الاقرب باذن الله انه يقعد في برج العرب لما بعد مباراه الاتحاد ان شاء الله، ويعود بعدها للقاهره. طبعا هيبقى يوم السبت عندك بقى يعني اعداد، ويمكن يكون عند الفريق فرصه انه رايح يوم او حاجه قبل مباراه الزمالك باذن الله، اللي ان شاء الله نكون زي ما انت قلت محمد متوج بلقب الدوري ال 43. ويبقى انت كده تقريبا بتتكلم في 4 مواد زي ما انت كنت بتتكلم في البدايه، 4 مواد من المواد اللي عندك، لسه عندك كمان مادتين كمان باذن الله، يبقى موسم ان شاء الله استثنائي كعاده النادي الاهلي، ويحصد العلامه الكامله ويبقى دائما فوق عرش الكره الافريقيه والمصريه كمان محمد باذن الله. طيب في برضه عايز اسالك على اللعيبه بعد مباراه امبارح، يعني شايف ردود الافعال ايه؟ شايف ردود افعال الجهاز الفني بعد التعادل مع فيوتشر؟ كانوا يعني قريبين جدا للمكسب والفوز، ولكن طبعا يعني الطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها فيوتشر، تضييع الوقت، عدم اهتمام الحكم بمساله حسم الوقت بدل الضايع بشكل مناسب، كل ده اكيد يمكن ساهم في خروج المباراه بالتعادل. ولكن من خلال قربك انت بقى يعني متواجد مع اللعيبه ومع الجهاز، شايف ردود افعالهم ايه بعد لقاء الامس؟ وشايفين ماتش الاسماعيلي ازاي؟ بالطبع محمد في البدايه كان في حزن طبعا شديد جدا، مع انك متعادل يعني النادي الاهلي زي ما انت كنت بتتكلم في البدايه، وبتفق معاك بشكل كبير جدا كواحد من جمهور الاهلي كمان قبل عملنا في مجال الاعلام، انت طبعا متعود على حاجه واحده بس وهي الفوز، مع انك انت بتتكلم محمد اخر مباراه تعادلها النادي الاهلي كانت من 6 شهور كاملين في نهايه فبراير الماضي، بعد 6 شهور بتتعادل في نفس البطوله لاول مره، وحاله حزن شديده جدا، اعتقد الحاله دي مش هتشوفها غير داخل جدران النادي الاهلي. طبعا كان في غياب للتوفيق يعني بجانب كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، سواء تضييع الوقت، الاسلوب اللي طبعا يعني لعب بيه المنافس، ولكن قبل ده كله محمد يمكن كان في غياب توفيق كامل جدا على الفريق امبارح، يمكن لو في توفيق كان في اكثر من فرصه امبارح، او على الاقل الحكم كان يبقى موفق في الكره اللي اتحسبت اوفسايد وتحسب هدف، فاعتقد غياب التوفيق طبعا كان السبب الاول. من بعدها طبعا يمكن تلاحم المباريات، الشكل اللي لعب بيه المنافس، دي كلها عوامل يعني ساعدت في خروج المباراه بهذه النتيجه، ولكن حاله حزن تام جدا هنا داخل الفريق. كان الفريق طبعا يتمنى ان يواصل سلسله انتصارات وتوصل للمباراه ال10 ومن بعدها كمان ال11 وال12 وتواصل سلسله انتصاراتك لنهايه الموسم. يمكن طبعا زي ما اتكلمت ان بعد المباراه مباشره تم اغلاق هذه الصفحه، التفكير فقط الان في مباراه الاسماعيلي وحصد النقاط، ومن بعدها ما هو متبقي من مباراه ان شاء الله. انت عارف النادي الاهلي على طول حتى لو اخذ بطوله محمد مش فكره متعادل في مباراه، بتقفل الباب في نفس اليوم، تاني يوم بيبقى عندك طموح جديد، هدف جديد، وهو هدف واحد واوحد، وهو اسعاد جماهير النادي الاهلي في كل مكان، والفوز باي بطوله ايا كانت هي ايه او اي كان اسمها محمد، انت هدفك زي ما احنا اتكلمنا الدرجه النهائيه، ما بتلعبش دايما على درجات النجاح او انك تبقى متوسط المستوى، لا انت بتلعب دايما ده قدر النادي الاهلي، وان شاء الله دايما يفضل عنده حسن ظن كل جماهير، ويفضل دايما هدفه هو الدرجه النهائيه، وحصد اي بطوله او اي مباراه يخش فيها. مباراه الاسماعيلي طبعا برغم الفارق الكبير جدا في المستوى وموقف النادي الاسماعيلي، ولكن اعتقد الجهاز الفني منحي هذا الشان جانبا، والتركيز فقط على اللعب باسلوبك بطريقتك، الهدف هو تحقيق 3 نقاط وتحقيق الفوز، وزي ما قلنا انت بيفصلك 7 نقاط على الدوري العام، اكيد بعد مباراه الاسماعيلي هتبقى ناقص لك 4 نقاط، ده الهدف اللي بيلعب عليه الجهاز الفني واللاعبين، واعتقد ده اللي هيقوله كمان مستر مارسيل كولر في المحاضره النهارده للاعبين. يا محمد زميلي العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. وقبل دقائق او أقل من ساعة واستئناف الفريق لتدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل. طب عايز أتكلم على مباراة فيوتشر والأهلي. على فكرة يا جماعة يمكن فيوتشر السنة دي من الفرق الأقل خسارة زيها زي بيراميدز. يعني لو تبص على ترتيب جدول الدوري هتلاقي الفريق الوحيد اللي ما خسرش في الدوري هو النادي الأهلي. مين أقل الفرق اللي تعرضت لخسائر في الدوري؟ هتلاقي بيراميدز وفيوتشر. كل فريق خسر فيهم 4 لقاءات فقط. فبالتالي تبص على نتائج فيوتشر في التعادلات بيعرف يطلع بتعادلاته، بيعرف يطلع بالنتيجه اللي بيبقى عايزها.
فرقة كسبت 15 ماتش تعادلت 13 مباراة، فدي نسبة كبيرة جدا في التعادلات، ولكن نسبة الخسارة قليلة جدا، وده معناه أن فريق ما بيخسرش بسهولة. على مدار 32 مباراة ما يخسرش غير 4، ده معدل يبين أن فيوتشر برضو فرقة كويسة، فرقة بتنافس، فرقة موجودة في الكونفدرالية السنة الجاية للسنة الثانية على التوالي في سنتين، في يعني أول نسختين لفرقة زي فيوتشر بيلعب في كأس الكونفدرالية السنة اللي فاتت والسنة الجاية مؤهل، والسنة دي هو ثالث الدوري على حساب الزمالك اللي هو بطل آخر نسخة حاليا في الترتيب الرابع. تبص على مثلا الزمالك، الزمالك خسر السنة دي في الدوري 7 ماتشات، فيوتشر خسر 4 مباريات بس، فبالتالي مباراة فيوتشر مع الأهلي أكيد أصعب، بغض النظر عن يعني حسابات مباراة الأهلي والزمالك مع بعض، بس لما تيجي تبص على اللغة الرقمية لا، مباراة الأهلي والزمالك يوم 13 كلغة رقمية كمستوى فني هي مستوى فني أقل من مواجهة أهلي وفيوتشر، لأن فيوتشر ما خسرش غير 4 مباريات، الزمالك خسر 7. الزمالك دخل مرماه 28 هدف، فيوتشر دخل مرماه 19 هدف، فبالتالي على مستوى حراسة المرمى جنش ودفاع فيوتشر أفضل كتير جدا من دفاع وحراسة مرمى في نادي الزمالك. دي لغة الأرقام هي اللي بتقول كده. لسه في مباراة ما بين فيوتشر والزمالك يوم السبت اللي جاي هتحسم المركز الثالث، فدي النتيجة أو دي الأرقام اللي ممكن نبني عليها قياس بالنسبة لمواجهة فيوتشر وثم مباراة الزمالك. الإسماعيلي والاتحاد احنا بنتكلم في مستوى تاني خالص، يعني الاتحاد سكندري في وسط الجدول 42 نقطة، دخل فيه أهداف أكتر ما أحرز أهداف، يمكن دخل فيه 37 جون وهو أحرز 35 هدف، فدفاعيا الاتحاد سكندري عنده مشاكل. تبص على الإسماعيلي نفس المقياس، فريق دخل مرمى 36 هدف وجاب 30 هدف، فبالتالي سالب 6. فبتتكلم عن مستويات مختلفة شوية، مباراة الإسماعيلي مباراة الاتحاد، وبعد كده تروح لمباراة الزمالك. على المستوى الشخصي أتمنى بإذن الله أن يكون حسم الدوري وإعلان الأهلي بطل للدوري العام يكون على حساب الزمالك يوم 13/7، مباراة جماهيرية، المنافس التقليدي ليك على مدار كل السنوات بغض النظر عن نتائجه خلال هذا الموسم، هو بطل آخر نسخة كان بينافسك وبيفوز بالبطولة على حسابك، فبالتالي يعني خيرها في غيرها زي ما بيقولوا. اتعادلنا مع فيوتشر، لعل وعسى يكون ربنا كاتب لنا خير اللي احنا نكسب الاسماعيلي والاتحاد، وعلى الاقل التعادل او المكسب مع الزمالك يضمن ليك الفوز بدرع الدوري والاحتفاليه باذن الله في مباراه الزمالك، زي ما كسبت الوداد واحتفلت على الوداد في مركب محمد الخامس ورجعت بالكاس الافريقيه بعد ما خسرت العام الماضي بنفس الشكل امام هذا الفريق. عموما مباراه فيوتشر والاهلي فيها تفاصيل، سواء تفاصيل فنية، تفاصيل رقمية، وكمان في نقاط تحكيمية هنتكلم عليها، ومش هنتكلم في الحالات التحكيمية بشكل جدلي، هنتكلم على فكرة خطوط الفار، الكاميرات، وضع زوايا التصوير، حكم الفار بيشتغل صح، المساعد قراراته هل صح ولا غلط، كل ده بالتأكيد هنعرفه من خلال دكتور أحمد ثابت المحلل الفني لقناة الأهلي. دكتور أحمد مساء الفل. مساء النور، تحياتي ليك يا محمد ودايما متألق. الله يخليك. قول لي بقى ما رصدته بخصوص مباراة الأمس، وأكيد مباراة فيها أرقام كتير وتفاصيل فنية محتاجين نستفيد منك ونسمعها منك. خلينا أقول لك في البداية إن النادي الأهلي دايما مختلف، النادي الأهلي دايما مختلف بجمهوره، جمهوره اللي ما عندوش في قاموسه حاجة اسمها إن إحنا بنشبع من البطولات أو بنشبع من الانتصارات، مفيش الكلام ده. الدليل النادي الأهلي امبارح، يعني أنت السنة دي لسه واخد دوري أبطال أفريقيا الـ 11 من قلب ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، واخد 2 سوبر مصري، واخد كاس مصر، فاضل لك على البطوله الخامسه اللي هي الدوري 8 نقط ولسه لك كمان 7 مباريات. والموسم كله انت لعبت 51 ماتش، ما خسرتش غير 4 مباريات، الاربع مباريات دول منهم ماتشين في كاس العالم للانديه قدام فلامينجو وقدام ريال مدريد، وتلاقي الجمهور امبارح او بعض الجماهير الاهلاويه مثلا زعلانه لمجرد التعادل بعد 9 مباريات انتصارات متتاليه في الدوري، وكمان مع فرقه زي فيوتشر اللي انت لسه كنت بتقول عليها ان هي ما بتخسرش كتير وان هي الثالث في ترتيب الدوري. يعني شوف ده دايما طموح جمهور النادي الاهلي، ده اللي بيخلي النادي الاهلي في حته ثانيه. اكيد النادي الاهلي جمهوره اللي بيصدر الرغبه وبيصدر الحماس وبيعمل تجديد للدوافع، سواء للعيبه سواء لمجلس الاداره سواء للجهاز الفني، ان دايما بتتحط تحت ضغط المكسب. هو ده يا جماعه النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبقى مختلف عن باقي الانديه، رغم كل ده انت امبارح ما لعبتش ماتش وحش، انت عامل ماتش ممتاز على مستوى الاستحواذ، انت مثلا مستحوذ 57% مقابل فيوتشر 43%، على مستوى التمريرات انت عامل 550 تمريره مقابل 420،
ممكن البعض يقول لك طب ما ده استحواذ سلبي. لا، مش استحواذ سلبي بدليل معدل المحاولات. انت امبارح رحت 28 محاوله على المرمى. ده من هي الارقام على الشاشه. 28 محاوله على المرمى، منهم 6 محاولات صحيحه للنادي الاهلي مقابل 5 لفيوتشر، منهم واحده بس صح. عملت امبارح 15 ضربه ركنيه للنادي الاهلي مقابل واحده. الارقام بتقول ان احنا رحنا كتير، بس انا ما اقدرش الوم كولر. ممكن البعض يقول لك اصله اتغير، عمل مثلا تغييره متاخره، او سحب المهاجم كهربا وما نزلش مهاجم. وجهه نظر تحترم، بس برضه ما نقدرش نلوم مدرب فرقته واصله للجون 28 محاوله. بصراحه يعني انت، هو دور المدرب ايه؟ ان هو يوصل الفرقه للجون. ممكن يكون افتقدنا لبعض الشراسه الهجوميه شويه امبارح في حته انهاء الهجمه او الفينش، وده اللي ممكن نشتغل عليه في مرحله التعاقدات. لكن احنا دلوقتي بنفكر في حسم الدوري، عندنا مباراتين او 3 مباريات جايين عايزين نحسم فيهم الدوري، مباراه الاسماعيلي، مباراه الاتحاد، مباراه الزمالك، وبعد كده نفكر بقى في التعاقدات. المرحله الجايه ان انت تفكر طب انت ناقصك ايه، عايز تدعم بايه، ده اللي انت بتفكر فيه. لكن حاليا بتفكر ان انت تشتغل على، وانا شايف ان الماتش امبارح الاهلي ما كانش وحش، يعني الاهلي كان كويس جدا، رحت على الجون كتير زي ما قلت لك. انت كان ناقصك اللمسه الاخيره، يعني لو اي كره جت مثلا، كره بيرسي تاول اللي في العارضه، كره كهربا مثلا انفراد، كره طاهر محمد طاهر، في كذا كوره كانت فرصه هدف محققه. لو كانت جت كان الكلام هيتغير، كان هيقول ان النادي الاهلي بينتصر للمره العاشره على التوالي، اكيد النادي الاهلي بيقرب من الدوري. وبالتالي كل الحاجات ديت بتاكد ان شاء الله. المهم ان احنا فاضل لنا ان شاء الله 3 مباريات، احنا بالظبط نستنى 8 نقط. عندنا يمكن المباريات الجايه، عندنا الاسماعيلي يوم الاربعاء، عندنا الاتحاد يوم السبت، عندنا الزمالك يوم 13 يوليو الخميس. وانت كنت لسه بتقول نتمنى ان شاء الله ان تكون دي مباراه الحسم باذن الله. يعني الثلاث مباريات دول لو عرضنا المباريات الاهلي قدامنا على الشاشه يا دكتور احمد، مباراه الاهلي وبيراميدز، مباراه الاهلي، الاهلي عنده الاسماعيلي، الاتحاد، الزمالك، فرق لغايه ايه؟ لغايه يوم 13/7. بيراميدز عنده يوم 10 يوليو سيراميكا. يعني بنسبه كبيره ان شاء الله مع حاله فوز باذن الله النادي الاهلي على الاسماعيلي والاتحاد، هتبقى مباراه الزمالك هي مباراه باذن الله حسم الدوري. هيبقى فاضل كام جوله على النهايه؟ 1-2. هيبقى فاضل 4 جولات، اللي هو المقاولين والحرس وبيراميدز والمصري. عندك كمان 4 مباريات ايه ثانيه، ممكن بقى تشوف لو عايز تريح اللعيبه لسه، لو لا قدر الله مثلا ما حسمتش الدوري ممكن يبقى الماتش اللي بعده. يعني لسه في فرص كتير لحسم الدوري. صح. وبرده في معلومه نشرها موقع القاهره 24 منذ قليل او النهارده الصبح، ان حكم مباراه الاهلي والزمالك حكم مصري. انت رايك ايه؟ انا شايف اجنبي افضل في مباراه الاهلي والزمالك ومباراه حسم دوري. صحيح ان الزمالك مثلا الرابع على الدوري، بس برده مباراه الاهلي والزمالك تظل ليها قمه خاص وليها طابع خاص. لازم، مهم ان يتواجد الحكم الاجنبي في المباراه دي. انا دايما بميل مباراه اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، للحكم الاجنبي. كامل الاحترام وكل الدعم للحكم المصري، ولكن في المباريات الحساسه او اللي فيها جماهيريه يفضل الحكم الاجنبي، خاصه ان المرشحين كابتن محمود البنا لسه محكم مثلا للنادي الاهلي امبارح مباراه فيوتشر، امين عمر ومحمد معروف. طيب اقول لك انا، مش هقول لك يعني معلومه، اقول لك توقعاتي من خلال معرفتي باعضاء اللجنه ومدى قربهم للحكام. يعني اكتر حكمين ممكن يكونوا مرشحين لهذه المباراه يا الكابتن محمود البنا يا كابتن محمد عادل. محمد عادل، خلي بالك محمود البنا لسه محكم برضه فيوتشر، فممكن فعلا يبقى محمد عادل، خاصه كمان ان البنا لسه محكم الاهلي وبيراميدز في السوبر، فممكن يكونوا عايزين يجددوا. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هو المفروض يعني انت لو كلجنه حكام عايز تدي مسانده لأبرز حكمين مرشحين لكأس العالم 2026، أمين عمر ومحمد معروف. مع أمين عمر حكم محترف المفروض دلوقتي موجود ضمن النخبة، محمد معروف لسه راجع من كأس العالم ومرشح لكأس العالم 2026 وواخد درجات مميزة جدا في كأس العالم للشباب في الأرجنتين. فأكتر اتنين طبقا يعني للمعايير هم اللي يكونوا مرشحين، ولكن اللجنة بعلاقتها بالحكام أكتر اتنين ممكن يميل ليهم يا البنا يا عادل. هو محمد معروف برضه بنقلق، يعني جماهير النادي الاهلي بتقلق منه شويه الصراحه. يعني الحكم رغم ان هو حكم دولي وبيحكم كاس عالم، بس جماهير النادي الاهلي بتقلق منه شويه. يعني ممكن امين عمر نقول ماشي يعني، لكن حكم محمد معروف بيقلق شويه الصراحه. كابتن محمد عادل برضه كان موجود في مباراه الاحتواء الشهيره. هو مباراه الزمالك والاسماعيلي اللي كانت في اسماعيليه وكان فيها لعبه شهيره. مباراه الزمالك والاسماعيلي اللقطه بتاعت محمد صبحي. بالظبط بالظبط. هو بصراحه المفروض حكم اجنبي،
ولكن مع اللجنه ما تقدرش يعني تاخد معلومه موثقه دلوقتي الا لما نشوف فيتور بيريرا هيفكر ازاي يعني. بس خليني اقول لك طيب. برضو النهارده حمزه علاء واحد من ابناء النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2001 افضل حارس، يعني لازم نشيد بيه ولازم نتاكد ان جمهور نطمن جمهور النادي الاهلي ان حراسه مرمى النادي الاهلي في امان. انت عندك مصطفى شوبير الاول لاعب نهائي دوري ابطال افريقيا حارس مواليد 2000 وتالق. عندك حمزه علاء بياخد افضل حارس في دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه اللي هي شغاله حاليا في المغرب. بالظبط. الحارس الوحيد في البطوله اللي لم يدخل في باكو اي هدف. ثلاث مباريات بثلاثه كلين شيت. بالظبط كده. طيب عايز ارجع معاك لقصه مباراه الامس، وكان ليك تعليق مهم جدا على فكره استخدام تقنيه الفار وهدف في يوتشر تسلل، هدف الاهلي تسلل، ليك تعليق على الجزئيه دي؟ انا ليا تعليق مهم ان احنا يا جماعه لازم نطور تقنيه رسم التسلل في الدوري المصري. في كلام بسمعهم بصراحه من بعض الحكام ان التقنيه وصلت وان هي بتحسب المسافه، يعني وصلت ان هي بترسم الخط الاحمر والخط الازرق اللي هم الخطين، او الخط الاخضر والخط الاحمر بيرسموا الخطين وبيحسبوا المسافه. الكلام ده احنا ما بنشوفوش ليه على الشاشه؟ لو فعلا الكلام ده صحيح وانتوا بتقيسوا المسافه، ليه ما بتكتبوش المسافه على الشاشه للناس؟ بيقول لك المسافه بتتحسب بالملي. احنا شفنا اللي هي تقنيه التسلل الشبه آلي في كاس العالم. مظبوط. طبعا دي غاليه علينا، وان احنا نجيبها دي مش يعني صعبه علينا. خلينا في الحاجه الواقعيه، ان انت تطور على الاقل خاصيه التسلل اللي هي تقنيه رسم التسلل، ان انت تجيب الاجهزه لازم يكونوا فعلا الخاصيه دي يتم الاعلان فعلا ان هي تم تطويرها، لان اللي بيحصل يعني لو جبنا الهدفين امبارح اللي هو تم الغائهم قدامنا على الشاشه، هي الهدف بتاع الاهلي اللي اتلغى. الهدف بتاع النادي الاهلي، يمكن الهدف بتاعت معلول، انت برضو تحس ان الحكم لما رسم الخطين بقت اصعب، تحس ان انت لو شفتها من غير خط هتبقى اسهل. برضو بتاعت فيوتشر، الهدف بتاع فيوتشر اللي هو اللي جابوه، برضو تحس ان هو لما رسم الخطين ما بين رجل محمد هاني وما بين كتف احمد عاطف، تحس ان يعني احنا بنتكلم سواء للاهلي او على الاهلي يا جماعه، احنا دورنا او احنا بنتكلم عشان تطوير الحكام وتطوير، لان احنا معلش ما ينفعش الاخطاء دي تتكرر في الموسم المقبل. بص يا دكتور، اقول لك على حاجه مهمه جدا عشان اختم معاك الجزئيه دي. لو الحكام بتهتم بوضع زوايا الكاميرات بشكل سليم طبقا للبروتوكول وطبقا لوضع الكاميرات اللي حدده الايفاب او تحدد من خلال رسمه الفار في الملعب، الصور هتطلع بشكل سليم واللقطات تتاخد بشكل كويس جدا. انت لو جبت دلوقتي اللقطه الهدف بتاعت ياسر ابراهيم من تمريره معلول، وضع الكاميرا اساسا في المكان ده غلط، يعني المفروض بص على الشاشه، بص يا دكتور احمد معانا لو قدامك شاشه التلفزيون، المفروض الكاميرا تبقى واخده جنب شويه عشان تبقى جايبه عموديه على علي معلول. هنا الكاميرا جايبه معلول من على الجنب، فبالتالي كاميرا التسلل اصلا محطوطه غلط. فالحكم لو اهتم بزوايا الكاميرات وراح قبل ميعاد المباراه بساعتين او ساعتين ونص واتكلم مع الفنيين والمهندس المسؤول عن تقنيه الفيديو مع المهندس المسؤول على توزيع الكاميرات في الملعب، هتلاقي اللقطات طالعه بشكل كويس جدا. لكن لا في اهتمام، ولا الحكام بتروح بدري ولا بتهتم بالجزئيه دي. والحاجه الاخيره كمان، في حكام بتعمل زوم عشان تاخد النقطه صح وغلط، وده اصلا ممنوع من الايفاد. اتفضل. انا هقول لحضرتك كمان على حاجه، انت طول ما انت بترسم بخط ايدك ببرنامج الرسام ده هيحطك تحت الشبهات، ان انت ممكن مثلا ميولك ترسم خط معين او تحب ان انت تبين ان ده تسلل، او احنا مش عايزين حاجه يبقى فيها حاجه خالص من الكلام ده، احنا عايزين العدل. بالظبط. كل اللي احنا بنطالبه بالعداله، ان التقنيه الحديثه تبقى موجوده مبينه سواء تسلل او مش تسلل. اكيد اكيد. هو امبارح كمان الحكم المساعد اعتقد يوسف البساطي ادى الكره دي هدف، ولكن الفار كان ليه راي اخر. عموما مفيش مشكله، يعني نركز في اللي جاي ان شاء الله وربنا يكرمنا في المباريات المتبقيه، ونشوف قصه الحكام لمباراه الاهلي والزمالك. وانا على المستوى الشخصي اتوقع ان يكونوا حكام اجانب، لان محدش في الاتحاد ولا في اللجنه عنده القدره ياخد قرار في الفتره الحاليه بحكام مصريين في ظل هذه الاخطاء. دكتور احمد انا بشكرك وكل التوفيق ليك باذن الله. كان كلام مهم جدا طرحه دكتور احمد ثابت بخصوص النواحي الرقميه والامور الفنيه على مباراه فيوتشر. حاجه اخيره قبل ما اطلع لفاصل، دايما النادي الاهلي هو الترند، اي حاجه النادي الاهلي بيتكلم عنها او بيبروزها بتبقى حديث كل الصحف العالميه. مش هتكلم على الاخبار والمعلومات، وانت لو دخلت على جوجل وبصيت وعملت سيرش على الاخبار واكتر الاخبار اللي عليها نسبه متابعه وقرايه او حتى فيديوهات مشاهده هتلاقي الاهلي. لا، الاهلي بيكبر اي منتج، والاهلي بيكبر اي حاجه. اغنيه محدش شافها ولا حد سمعها ولا حد اهتم بيها من احتفاليه في نهايه دوري ابطال افريقيا
تلف العالم كله، تبقى موجودة في مدرسة الكرة في ريال مدريد، تبقى موجودة في احتفالية لبعض المباريات في الدوري المغربي، تبقى موجودة في بطولة الكأس الذهبية الكونكا كاف، مباراة ما بين قطر والمكسيك، قطر تكسب تتأهل للدور ربع النهائي، تلاقي لعيبة قطر خارجة من الملعب بتحتفل بنفس احتفالية أو أغنية احتفالية الأهلي في نهائي إفريقيا. لو معانا اللقطات أو لو معانا الفيديو اللي هنشوف فيه احتفال لاعبي قطر بعد الفوز على المكسيك، نفس المشهد بالظبط لاحتفالية الأهلي وخروج طاهر وحسين الشحات وكهربا بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي. اللقطة دي كانت ترند النهاردة على كل منصات السوشيال ميديا سواء في تويتر أو الفيسبوك. تعالوا نشوفها كده مع بعض. تفاصيل كتيرة جدا النهاردة على السوشيال ميديا خاصة في ترند الأهلي والترند المحلي. نطلع نشوف آخر أخبار الترند. الفرص اللي احنا بنخلقها كبيرة جدا. طيب نبدا مع بعض اخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي، لان في كلام مهم جدا النهارده نشر في موقع في الجول وتصريحات للمهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي. خالد مرتجي في حواره مع في الجول قال هل حاولنا دفع مستحق او اتسال هل حاولنا دفع مستحقات الاجانب بالجنيه المصري؟ ان نجحنا بالفعل في الاتفاق مع بعض اللاعبين والمدربين، وقال كمان على دفع 25% من مستحقاتهم بالعمله المحليه لأنهم يعيشون في مصر وبالتالي يحتاجون لها في الإنفاق اليومي. كمان من النقاط المهمة اللي اتكلم فيها المهندس خالد مرتجي لما تسأل متى يمكن كسر سقف الرواتب لأجل لاعب، المهندس خالد قال المدير الفني هو الرئيس وهو من يطلب اللاعبين ولكن في حدود الميزانية. لما تسأل هل الأهلي يفسد سوق انتقالات اللاعبين قال هذا ليس صحيحا، يمكنك رؤية ما يتم دفعه في السعودية والإمارات وقطر. وعلى فكرة يمكنك رؤية ما يتم دفعه في أحد الأندية هنا في الدوري المصري، هتلاقي في نادي بيدفع أرقام ضعف الأرقام اللي بيدفعها الأهلي لعيبته، ممكن ما بيحققش البطولات ولكن الأهلي على قد الميزانية وعلى قد الاحتياجات اللي بيشتغل عليها بيدفع أرقام أقل كتير جدا من نادي واتنين موجودين في المنافسة السنة دي في الدوري العام. طيب ده كان تصريحات مهمة جدا للمهندس خالد مرتجي. حساب يلا كورة واتكلموا على إن الأهلي بيستعد لمباراتي الإسماعيلي والاتحاد إزاي؟ في معسكر 3 أيام في الأسكندرية. يلا كورة يكشف برنامج إعداد الأهلي لمباراتي الإسماعيلي والأهلي. الأهلي طبعا هيتمرن النهاردة الساعة 6 وبكرة هيتمرن الظهر ويسافر على أسكندرية بعد ما يختار كولر قائمة. القائمة دي هتكون معاه في المباراتين ماتش الإسماعيلي وماتش الاتحاد. بعد ماتش الإسماعيلي يوم الأربعاء الفريق هيفضل قاعد في برج العرب، هيتمرن خميس
وجمعة ويلعب السبت مع الاتحاد السكندري ويرجع إن شاء الله للقاهرة في اليوم التالي. ده برنامج الفريق خلال الفترة اللي جاية، وكويس إن المباراتين الإسماعيلي والاتحاد في اسكندرية عشان ما يكونش فيه سفر، ما يعملش إجهاد وإرهاق للعيبة. اليوم السابع بيتكلموا على النقاط المتبقية للأهلي من أجل حسم الدرع الدولي. 8 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج بلقب الدوري. طيب تفاصيل الموضوع، بيقولوا ان الاهلي مثلا حاليا 69 نقطه في المركز الاول بفارق نقطتين عن بيراميدز اللي موجود في الوصافه ب 67 نقطه. طبعا الاهلي محتاج يعني 7 نقاط عشان يوصل لنقطه 77، لان بيراميدز دلوقتي مثلا 67 نقطه من 31 مباراه. لو كسب الثلاث مباريات المتبقيه ليه بما فيهم كمان مباراه الاهلي هياخد 9 نقاط. نضع التسع نقاط على 67 هيطلعوا 76، يبقى بالتالي الاهلي محتاج 7 نقاط. السبع نقاط على المباريات المتبقيه للاهلي لغايه 26/7، ولكن هل الاهلي هينتظر ل 26/7؟ اكيد لا، اكيد الجهاز الفني عايز يفكر للموسم اللي جاي. اكسب الاسماعيلي، تكسب الاتحاد ان شاء الله باذن الله 6 نقاط، نقطه من الزمالك او مكسب طبعا الاهلي يعلن رسميا بطلا لدرع الدوري العام. ولكن ترتيب الدوري وترتيب النتائج اعتقد السنه دي واضح اكتر بنسبه كبيره، فبيتكلموا على عدد النقاط المتبقيه للاهلي. اليوم السابع كولر يواصل سياسه التدوير في الاهلي لحين حسم بطوله الدوري. يعني من خلال متابعتهم للتدريبات والمباريات شايفين ان في ماتشات ممكن يبدا بكهربا، في ماتشات لعب بشريف، في ماتشات ريح ستاو، في ماتشات لعب بحسين، في ماتشات بدا باحمد عبد القادر. ماتش امبارح عبد القادر مثلا ما لعبش، اخر ماتشين ثلاثه عبد القادر كان موجود بشكل اساسي. دايما في روتيشن وتدوير في العديد من المراكز، وطبعا ده لازم يحصل لان انت بتتكلم في كل 72 ساعه مباراه. يعني مين عنده اللياقه او القوه البدنيه ان يقدر يلعب كل هذه المباريات؟ الاهلي لغايه ماتش امبارح يعني دكتور احمد قال لنا رقم مهم جدا، الاهلي لعب 51 مباراه خلال هذا الموسم وما زال امامه ما يقرب من حوالي 10 مباريات حتى بما فيهم مباريات كاس مصر، فنسبه كبيره جدا. ملعب القاهره 24، ونقل تصريحات مهمه جدا للمهندس فرج عامر رئيس سموحه، واللي قال فيها تم التعاقد نهائيا مع حسام حسن مهاجم النادي الاهلي. حسام كان رايح اعاره لفريق سموحه ومع تفعيل بند الشراء. طبقا لتصريحات رئيس سموحه اعلن ان الاهلي فعل بند شراء خالد عبد الفتاح، وسموحه ايضا كمان فعل بند شراء حسام حسن. والاهلي طبقا لتصريحات المهندس فرج عامر قال ان الاهلي هيعلن عن التفاصيل دي خلال الساعات اللي جايه، لكن طبعا الاهلي بالتاكيد بينتظر نهايه الموسم عشان يبدا يشرح ويتكلم على استعداداته لموسم الانتقالات في الفتره اللي جايه. طيب المصري الرياضي بيقولوا شركه الكره بالاهلي تتحفظ على ضم مدافع فاركو، الكلام على اسم عبد الله بكري. وانا بقول لكم اصلا مفيش تحفظات ولسه الترشيحات شغاله وفي اسماء معروضه من خلال لجنه التخطيط مع مارسيل كولر ومن خلال الكابتن هاني رمزي، واللجنه الفنيه بتعرض برضو عدد من الاسماء خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه في ترند الاهلي جريده الشروق عامله تقرير عن اخبار موجوده في السعوديه ان في اتجاه لاتحاد جده السعودي للتفاوض لضم محمد عبد المنعم لتعويض احمد حجازي. الكلام ده اصلا منشور في صحيفه سبورت السعوديه، واللي قالت فيها ان عبد المنعم دخل اهتمامات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة لتعويض غياب حجازي. طبعا الكلام ده غير مؤكد وكلها يعني اجتهادات صحفية من عدد المواقع من المواقع العربية أو المواقع السعودية، ولكن مفيش أي حاجة رسمية. وحجازي على فكرة مكمل مع اتحاد جدة هو وطارق حامد خلال الفترة اللي جاية. ملعب القرار 24، وخبر أكيد الفترة الجاية هيكون هو الترند على السوشيال ميديا، مين حكم مباراة القمة؟ حكم مصري حكم أجنبي؟ اتحاد الكرة يستقر على طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، وهذا الثلاثي مرشح. مين الثلاثي؟ قالوا إن الثلاثي المرشح أمين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف. طيب عشان نتكلم في الجزئية دي، وده تأكيدا اللي كنت بقوله من شوية مع دكتور أحمد ثابت، في حكم دولي لم يدير أي مباراة للأهلي خلال هذا الموسم. ممكن امبارح كابتن ناصر عباس اتكلم في الجزئيه دي وذكر وقال الكابتن محمود ناجي. كابتن محمود ناجي حاليا موجود على فكره في بطوله افريقيا تحت 23 سنه وادار اكتر من مباراه وظهر بشكل رائع جدا، وكان ادار نهائي كاس الامم الافريقيه للشباب تحت 20 سنه اللي استضافتها مصر، وكان ادار نهائي البطوله العربيه اللي اتلعبت قبل كده برضو في السعوديه من حوالي 3 أو 4 شهور. فبالتالي
ليه رصيد كبير جدا في المباريات الدولية ولكن لا يدير أو لم يدير أي مباريات للأهلي. مين ممكن يدير مباراة القمة؟ الفكرة مش هتكون ليها معيار بالمستوى الفني، بجيب لكم بصراحة أو بقول لكم بصراحة، القصة مش هتبقى بالمعيار الفني. لو ما كانش حكم أجنبي لجنة الحكام هتفكر فيه يا محمد عادل يا محمود البنا. يعني هي مش هقول مسألة ثقة فنية، لا هي ثقة أكتر في الحكام اللي ممكن تديها ماتشات أكتر. وده تبصوا حتى على جدول ترتيب المباريات مين بياخد ماتشات كتير، هتلاقي مثلا البنا خد 6 مباريات للأهلي، مفيش حد خد المباريات دي للأهلي. أمين عمر اللي هو حكم محترف ومن أهم الحكام حاليا في الاتحاد الإفريقي لم يدير للأهلي سوى مباراة واحدة، كانت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مباراة واحدة بس، لكن البنا خد 6 ماتشات. محمد عادل شوفوا الماتشات اللي أدارها خلال هذا الموسم عشان تعرفوا اللجنة بتفكر إزاي. ما هي يا جماعة فكرة إن احنا نتعامل مع لجنة الحكام واختياراتها إن هي اختيارات فنية، استبعدوا الجزئية دي، وأنا خلاص بقيت مؤمن بفكرة إن الناس دي ما بتشتغلش بأمور فنية. لو ما فيش حكم أجنبي لا قدر الله هيفكروا في الحكم المصري، والتحكيم المصري حاليا مش مؤهل لإدارة مباريات القمة بكل أمانة وبكل صراحة، مش مؤهل لإدارة مباريات القمة. مش حاجة يعني مش أقصد إن أنا أتكلم على الحكام المصريين بشكل سلبي إطلاقا، هم الحلقة الأضعف في المنظومة بصراحة ومظلومين بنسبة كبيرة، ولكن اللجنة هي اللي وصلتهم للمستوى ده. فلو اللجنة جابت حكم مصري هتكون بتخلص على نفسها قبل ما بتخلص على الحكم اللي هيتم إسناد هذه المباراة ليه. لكن فكرة معروف أو أمين عمر أنا عارف إن اللجنة ما بتديش ماتشات كبيرة لا معروف ولا الأمين عمر، تفكيرها بيبقى دايما يا عادل يا البنا. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، مين أفضل لاعب كان موجود في مباراة الأهلي وفيوتشر؟ أستاذ فتحي زيدان قال صراحة أكثر لاعب الأهلي مجهودا كان بيرسي تاو ومروان عطية، التعادل نتيجة متوقعة مع بعض الفرق، المهم التركيز والروح داخل الملعب وبالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله. طيب نروح لهاني أحمد بيقول في رأيي أفضل لاعب يستحق أعلى تقييم هو محمد عبد المنعم الشهير بكامبوس، والجمهور بالأمس كعادته هو الأفضل. تحيات لحضرتك يا أستاذ محمد. بالنسبة للجمهور والله أنا بستمتع دايما بجماهير الأهلي اللي بتبقى موجودة في كل رحلات الأهلي الإفريقية، بيفكروني كده بجمهور الأهلي العظيم اللي كان موجود في استاد القاهرة في 2008 و2012 والفترات الصعبة والمهمة دي. أستاذ صلاح بيقول تحياتي ليك يا أستاذ محمد، أفضل لعيبة من وجهة نظره بيرسي تاو، مروان عطية، علي معلول، ده كده بالترتيب. طيب نشوف رأي تاني. أستاذ محمد حسن، أحسن لاعب في ماتش الأهلي امبارح أليو ديانج، وتاني أحسن لاعب كان القندوسي، كان عنده خطورة على مرمى فيوتشر. وبكل أمانة بصراحة برضو أنا لما شفت العشر دقايق اللي نزلهم كريستو بصراحة يعني لعيب والله ممكن نشوف منه كرة عالية جدا، بس أتمنى يا رب ياخد يعني فترات أطول عشان نتفرج على إمكانياته ومهاراته اللي ظهرت أكتر كمان مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب في الأرجنتين. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.